يعتبر أحمد الدوخي لاعب المنتخب السعودي السابق من أبرز اللاعبين السعوديين وأكثرهم مشاركة في صفوف الأخضر، حيث شارك في 113 مباراة دولية توجه بالتواجد في 3 نسخ من بطولة كأس العالم. شرف لي أني أخدم بلدي في محافل قارية ومحافل دولية. دائما يعني تصفية كأس العالم الواحد يقدم كل ما عنده من مستويات لكي يوصل لهدف معين اللي هو تأهل كأس العالم. فإن الحمد لله رب العالمين تأهل كأس العالم 5 مرات، للعدد المشاركات لي أنا 3 مرات طبعا كأس العالم، 3 مرات تصفيات ولله الحمد. فهذا لي شرف كبير بالنسبة لي. وبعد هذا المشوار كله يبدو الدوخي متفائل بالمستويات اللي قدمها المنتخب السعودي في التصفيات الحالية المؤهلة كأس العالم 2022. والله الحمد لله المنتخب جالس يقدم مستويات يعني المستويات جيدة يعني في المباراتين الأخيرة، يعني إن شاء الله بإذن الله يعني يواصل نفس الروح ونفس المستوى. والمهم والأهم طبعا هو النقاط، تلعب منافسة يعني مع منتخبات جدا قوية، منتخب اليابان، منتخب استراليا، منتخب الصين، وأيضا منتخب عمان. شارك أحمد الدوخي في العديد من المباريات الدولية ضد المنتخب الياباني واللي وصف بالمنتخب القوي والند الصعب. لا كنا حريصين يعني قبل المباراة يعني، لأن راح نواجه منتخب قوي، منتخب يعني في أي لحظة يعني ممكن يسجل هدف، منتخب جالس يقدم مستويات كبيرة. وفي الفترة السابقة يعني أبرز نجومهم كانوا في يلعبون في أوروبا. كنا حريصين يعني قبل المباراة ب3 أيام أو 4 أيام يعني، ونقدم جهد كبير يعني في التمارين، في الأكل، في النوم المبكر، فهذه يعني تعطيك وتساعدك يعني في المباراة أنك تقدم صورة طيبة ضد منتخب قوي يعني. ليس هذا فقط، الدوخي يفصح عن كلمة السر التي لا تجعل خائف على الأخضر في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم. يعني الروح يتولد القوة، كل ما أعطيت روح في الملعب، كل ما قدمت مستوى كبير في الملعب، صدقني ما راح أخاف على المنتخب أنا، لأن ولا في أي منتخب أخاف منه سواء اليابان أو الصين أو استراليا، لأني أنا واثق في لعيبتي، واثق في الجهاز الفني، واثق في الجهاز الإداري من ناحية النفسية. كيف يرى الدوخي الذي شغر مركز الظهير الأيمن للمنتخب لمدة طويلة مستوى الظهير الأيمن الحالي في المنتخب السعودي سلطان الغنام؟ سلطان الغنام يعني من أفضل اللاعبين بالنسبة لي يعني كظهير يمين، لاعب قاعد يقدم صورة طيبة، لاعب جدا مجتهد، ولاعب يطور نفسه من مباراة لمباراة أو من موسم لموسم.